طيب. طيب شباب دقيقة، صوتنا شغال. إذا أنا علي دقيقة بالله، أعطونا مقطع 20 بصوتنا طالع، أعطوني مقطع 20. طيب قدامكم هذا المقطع الآن بيعرض مشاهدين الكرام، هو لسالم حزام ولكم. هذا مقطع لشنار، تمام؟ شنار كل ما حب إنه يشوف البث وين جاء دخل وشاف البث وين، تمام، وطلع. طبعا هذا رصد فريق الشباب في مسؤول المتسابقين. طلع وهذا متسابق ثاني ركض وراه اثنين. الآن هذا متكرر من شنار. سيف الجنيبي كذلك عنده دخوليات هنا، هذا الدخول إلى هذه المنطقة خصم 3000 أو 5000 أتوقع إلى الكنترول، هذه منطقة الكنترول. تعدي الباب هذا 3000، يعني يا حبيبي دخل خمس مرات، تعدى شو اسمه؟ صليت على النبي محمد الودعاني قبل البرايم بيوم، أغلق المايك، أغلق المايك، أغلق الأنوار 100 ريال ناظر الكاميرا 100 ريال وش عاد تبغى يعني سيف الجنيبي وش تخصم عليه؟ لا ناظر كاميرا يا حبيبي يا عزيزي يا كابتن يا كابتن لا اخطاء محمد الودعاني المتراكمه يا رجال معليش الربط غلط الرجل يقول لك الخطا هذا ب 6000 ب 5000 والخطا هذا ب 100 هو في الرصد هذا هو وش الخطا؟ عطني خطا اللي ب 6000 عطني واحد اول المنطقه دي الجنيبي الجنيبي عنده سبع مرات دخل المنطقه دي وين مقطع سبع مرات وين مقطع موجود عند سالم موجود بس ما طلبنا احنا لو اني داري انك بتطرح المحور ذا والله لا سالم سالم تفضل يا علي يا عزيزي افهم والله ايش الاخطاء انا لو بطلع بالبرنامج يا اخي خلنا اكمل كلام لو طلعنا بكل شيء على الهواء ما هي فائده ما هي فائدة التشويق ودقات القلب وبرايم وسوي ديكور ب 250000 عشان اطلع برايم يعني تبغى الجمهور لا يا ابو حزام ما تطرح تقول لي وجهه نظر انا دقيقه يا اخوان دقيقه انا وش فائده اني افتح حساب قناه وش فائده اني ابث برايم وش فائده ان تطلع النتيجه قبل الهواء بربع ساعه للجمهور وانا حاط عندي قناه ايش الفائده من الجمهور يتحمس خلاص طلع لا فائده مشاهدات ولا برنامج ولا نجاح ولا تشويق ولا اثاره ولا شيء ولا زيرو زيرو اثاره صفر ايش الفكره المفترض النتيجة لا يعلمها